العناوين: منتخبنا الوطني لكرة القدم في مهمة سهلة بجانب إيران ضمن المجموعة الرابعة لتصفيات كأس العالم. ونواخضة صور يسعون لإلقاء القبض على ظفار من أجل تضييق الخناق على المتصدر العروبة. والعروبة بدوره يستضيف فنجة في موقعة نارية للمحافظة على عرش الصدارة والاقتراب من اللقب. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير وأهلا وسهلا بكم من عمان الرياضية. الساعة 3 عصرا بتوقيت العاصمة مسقط، نصحبكم مع نشرة مفصلة لأهم الأحداث الرياضية الجارية والمنتظرة على الساحة المحلية والعالمية. انطلاقتنا تبدأ من قرعة كأس آسيا وتصفيات كأس العالم، حيث شهدت العاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة التصفيات المشتركة لكأس العالم 2018 في روسيا وكأس آسيا 2019 في دولة الإمارات، وأنصفت القرعة منتخبنا الوطني وأوقعته بمجموعة سهلة نسبيا باستثناء إيران التي ليس من الصعب اجتيازها. من العاصمة الماليزية كوالالمبور رسمت ملامح القرعة للتصفيات الآسيوية لكرة القدم المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، وذلك بحضور العديد من الشخصيات الرياضية في القارة الآسيوية، قرعة شدت الحاضرين والمتابعين بعد التصنيف الأخير من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا للمنتخبات المشاركة في هذه التصفيات. فالمجموعة الأولى أوقعت 3 منتخبات عربية هي الإمارات والسعودية وفلسطين، ورافقتهم كذلك كل من تيمور الشرقية وماليزيا. ومن المؤكد أن يكون التنافس على قمة المجموعة بين الإمارات صاحبة المستوى المتطور مع السعودية صاحبة التاريخ الكبير بالقارة. فالمدرب الإماراتي مهدي علي كانت لديه رسالة للجماهير الإماراتية يناشد فيها الوقفة الوطنية من أجل حلم التأهل. أعتقد أن المنتخب الجمهور هو جزء من اللعبة، ونتمنى نشوفكم في جميع المباريات التصفيات القادمة إن شاء الله. وفي حسابات المجموعة الثانية أوقعت القرعة المنتخب الأردني ممثل العرب الوحيد في المجموعة مع كل من منتخبات أستراليا وطاجستان وقرغستان وبنغلاديش. والجميل في الأمر هو التفاؤل الكبير الذي أظهره مدرب منتخب النشامى أحمد عبد القادر. اولا عن اخره نلعب مع فريق قوي، واجانا الفريق الاسترالي مبكرا، راح نستعد له مبكرا ان شاء الله، راح يكون معنا وقت جيد. لنا تجربه سيئه ولنا تجربه جيده مع الفريق الاسترالي، ان شاء الله بنحاول نستغل التجربه الجيده ونكون يعني موجودين في هاي المباراه ان شاء الله. أما المجموعة الثانية فضمت كلا من قطر والصين وجزر المالديف وبوتان ومنتخب هونغ كونغ. وفي المجموعة الرابعة أسفرت القرعة عن وقوع منتخبنا الوطني مع كل من إيران والهند وتركمانستان وغوام. فمنتخبنا الوطني يسعى لتصحيح صورته المتراجعة في الفترة الأخيرة، متناسيا جميع الإخفاقات الماضية وبدء صفحة جديدة تقودهم نحو الإنجاز والتألق. فمن يحلم بالإنجاز عليه أن يتخطى الصعوبات في بداية المشوار، فليت وكيف ولماذا قد لا تفيد المنتخبات الطامحة لتحقيق أحلامها.
ومن قرعة كأس آسيا إلى بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث استطاع نادي النهضة من استعادة توازنه بعدما سحق ضيفه فريق السلام زغرتا اللبناني بأربعة أهداف لهدف واحد في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وقد تمكن النهضة من السيطرة على مجريات اللقاء لتشهد الدقيقة 14 تسجيل الهدف الأول للنهضة عن طريق علي الشيخ، وبعدها بخمس دقائق أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني، واستطاع منصور النعيمي من تسجيل الهدفين الآخرين للنهضة في الدقيقة 27 و90. فيما جاء هدف السلام زغرتا الوحيد في الدقيقة 48 عن طريق اللاعب بيتر جلاس، وبذلك يكسب النهضة سادس نقطة له في البطولة. وإلى دوري عمان تل المحترفين، حيث تتجه الأنظار اليوم إلى مباريات الجولة 18 المؤجلة سابقا لمشاركات المنتخبات الوطنية الخارجية. وسيشهد استاد السعادة الرياضي مواجهة نارية بين صور الذي يبحث عن الصدارة وبين ظفار الذي يأمل لتعديل مساره. هناك على أرض اللبان وعلى استاد السعادة الرياضي الذي سيشهد موقعة مثيرة بين صاحب الأرض والضيافة نادي ظفار مع نظيره نادي صور، وذلك ضمن حسابات الجولة 18 المؤجلة من دوري عمان تل المحترفين. الفريقان يمتعون الجماهير بمستوى أدائهم وروعة أسلوبهم وطريقة لعبهم، حيث يسعى صاحب الأرض من الاستفاقة من الغيبوبة التي وقع بها في المواجهة الماضية بعد تعرضه للخسارة على يد صحن بثلاثة أهداف لهدفين، رغم تقديمه مستوى جيد فيها وتقدمه في نتيجة اللقاء، إلى أنهم وقعوا في أخطاء كبدتهم فقد ثلاث نقاط ثمينة تكاد تمكنهم من مطاردة فرق الصدارة والاقتراب من المقدمة. أخطاء كلفت الفريق كثيرا ولابد من معالجتها في لقاء اليوم. حسابات الفريق ستختلف، إذ سيدخل لاعب الفريق بثقة عالية وروح معنوية كبيرة من أجل الظفر بالنقاط الثلاث وكسب الرهان مع صور صاحب المركز الثاني والذي بدوره يبحث عن ملاحقة المتصدر نادي العروبة. كما يمتلك ظفار لاعبين من طراز كبير ويتمتعون بالخبرة على أرضية الميدان، مما يساعدهم على فهم الخصم ومعرفة استغلال نقاط الضعف والاقتراب من تهديد شباكهم. ولا شك بأن المباراة لن تكون سهلة على ظفار كون المنافس متحفزا من أجل تحقيق الفوز. في المقابل يدرك صور تماما صعوبة المباراة التي تنتظره، لذا سيدخل الفريق المباراة بكامل حضوره الإيجابي بدنيا وذهنيا، ولا بد من المدرب سالم سلطان أن يضع التكتيك الأنسب لهذه المواجهة الصعبة التي تتطلب بذل جهود مضاعفة من قبل لاعبيها، رغم الإرهاق الذي طال اللاعبين بسبب تعدد الاستحقاقات في الكأس والدوري، إلى أن عناصر فريق صور أثبتت بأنها قادرة على التوازن في مختلف الاستحقاقات، ونرى ذلك من خلال النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق. يسعى الفريق لمواصلة سكة الانتصارات ومنافسة المتصدر، ولا يقبل الهزيمة التي من الممكن أن تفقده التربع على عرش الصدارة، ويأمل ظفار لتعديل مساره والرجوع للمنافسة والاقتراب من فرق المقدمة. يستضيف العروبة متصدر دوري عمان تل المحترفين فريق فنجا في مباراة مثيرة، حيث يسعى العروبة للمحافظة على التربع لعرش الدوري، فيما يأمل فنجا بتجاوز عقبة صاحب الضيافة والظفر بالنقاط الثلاث.
عشاق الكرة العمانية على موعد بعد ساعات قليلة في قمة الكبار في مباراة مجنونة يترقبها محبي الفريقين على أحر من الجمر. مباراة المتعة والإثارة والتحدي بين العروبة صاحب الصدارة المتربع على عرش عمان تل للمحترفين، وبين فنجة صاحب العراقة والمتعة والروح العالية، فريق يقاتل لآخر رمق وثانية من الدوري. 11 نقطة تفصل بين الفريقين في ترتيب الدوري، حيث يبحث العروبة للمحافظة على صدارته والابتعاد عن مطارده نادي صور الذي يقبع في المركز الثاني بفارق 3 نقاط. ويسعى أبناء المدرب الفرنسي فيليب لتحقيق الانتصار، ويعي الفريق صعوبة المواجهة التي تتطلب منه بذل جهود مكثفة وحضور لكامل التركيز الذهني والبدني من أجل القدرة على المنافسة وتخطي عقبة فنجة. لاعبي الفريق العرباوي يتمتعون بالخبرة على أرضية الملعب إلى جانب الخطط التكتيكية المميزة التي تمنحهم القدرة على اصطياد نقاط ضعف الخصم للسيطرة على مجريات اللعب. 3 نقاط ثمينة لو دخلت في حسابات العروبة ستقربه كثيرا من لقب الدوري. وفي المقابل يسعى فنجة المنتشي بالفوز في الجولة الماضية على حساب بوشر إلى العودة للمنافسة على المراكز المتقدمة لتقوية موقعه في الدوري. الملك الفنجاوي أفقدنا حلاوة المتعة والقوة والإثارة التي كان يتمتع بها في بداية الموسم والموسم الماضي، حيث يمتلك الفريق مفتاح الفوز الكبير وهو جمهوره الراقي والعريق الذي بات بعيدا عن مشاهدة فريقهم، إلى أنه من الممكن رؤيته حاضرا اليوم من أجل مساندة لاعبيهم والوقوف خلفهم في المهمات الصعبة. مواجهة قوية لا تقبل القسمة على 2، إما الظفر بنقاط اللقاء أو الابتعاد عن المقدمة في تسلسل المراكز الأولى. لذلك لا بد من حضور التركيز الذهني والروح المعنوية العالية في هذه المواجهة لما يشكله العروبة من خطر كبير عليهم. ورغم معاناة الفريق من بعض الغيابات المؤثرة على رتم التكتيك في المستطيل الأخضر، إلى أنهم سيدخلون اللقاء بالعناصر الأخرى البديلة وهم بكامل الثقة، حيث يأمل الفريقين بتحقيق الانتصار ومواصلة عروضهم المميزة في الدوري. نادي فنجة يسجل الهدف الثاني في هذه اللحظات. وفي خبر آخر، حيث عقد بفندق انتركونتيننتال اجتماع المنظمة الإقليمية لمكافحة المنشطات لدول الخليج العربية واليمن، والذي تستضيفه اللجنة الأولمبية العمانية ممثلة في اللجنة العمانية لمكافحة المنشطات، حيث أعادت المنظمة الإقليمية لمكافحة المنشطات بدول الخليج العربية واليمن انتخاب الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي رئيس اللجنة العمانية لمكافحة المنشطات رئيسا للمنظمة الإقليمية لأربع سنوات قادمة، والسعودي صالح القنباز نائبا للرئيس. كما اعتمد مجلس إدارة المنظمة الإقليمية التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون مكافحة المنشطات من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، بالإضافة إلى اعتماد لائحة التعديلات الجديدة التي طرأت على لائحة اللجنة العمانية لمكافحة المنشطات. اختتمت بطولة المحترفين للسنوكر وسط أجواء تنافسية مثيرة بين المشاركين، وذلك برعاية معالي الشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرغوف السعدي وزير الشؤون الرياضية وبحضور عدد من مسؤولي الوزارة، حيث شارك في البطولة ما يقارب 40 لاعب وهم من ضمن لاعبي المنتخب للسنوكر. وقد استطاع اللاعب صادق بن ناظم الفارسي بأن يحصل على المركز الأول، وهو اللاعب ذاته الذي حصل على المركز الأول في البطولة الخليجية والتي أقيمت بدولة قطر. أما المركز الثاني فكان من نصيب اللاعب عمر بن سلطان البوسعيدي، فيما تم تكريم مجموعة من اللاعبين وهم طه بشير وأحمد بشير ويوسف الفوري وعبد الله الرئيسي وهلال اللواتية ومحمد السابقي وسامي الحراشدي البراشدي، كما تم تكريم لاعب المنتخب السابق والحكم الدولي سعيد البوسعيدي.
يغادر غدا منتخبنا الوطني لهوك الجليد والتي تشرف عليه اللجنة العمانية للرياضات الجليدية إلى دولة الكويت للمشاركة في البطولة الآسيوية والتي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 18 إلى 24 من إبريل الحالي، حيث يشارك في البطولة 5 منتخبات وهي منتخب السلطنة والهند وسنغافورة وماليزيا وقرغستان والمستضيفة دولة الكويت. وتعتبر هذه المشاركة هي الأولى لمنتخب هوك الجليد بعدما شارك على المستوى الخليجي في البطولات السابقة، وكان المنتخب قد أنهى تدريباته وبات جاهزا من أجل الحضور بشكل مشرف للسلطنة في هذه البطولة. إذن مشاهدينا، هذه كانت جولتنا المحلية، نشرتنا متواصلة ولكن هذه المرة مع الأخبار العالمية، والبداية كالعادة مع أهم وأبرز العناوين. التعادل السلبي يخيم على ديربي العاصمة مدريد ويحول أوراق الحسم إلى جولة الإياب في سانتياغو برنابيو. البيانكونيري يقطع نصف المشوار نحو المربع الذهبي والذي شهد غيابه ل19 عاما. والليلة حديقة الأمراء ستكون مسرحا لصراع الفرنسي الإسباني بين باريس سان جيرمان وبرشلونة. نبدأ أخبار نشرتنا العالمية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث شهد ديربي العاصمة مدريد تعادل مثير بين فريق أتلتيكو مدريد وفريق ريال مدريد على ملعب الفيسنتي كالديرون. وشهد الشوط الأول سيطرة مدريدية واضحة وخلق العديد من الفرص أمام المرمى، ولكن تألق الحارس السلوفيني جان أوبلاك منع الريال من تحقيق الفوز، ليستمر فشل الريال في الفوز على أتلتيكو مدريد ل7 مباريات على التوالي، وهذا لم يحصل في تاريخ البلانكو. أعتقد أن خصمنا كان أفضل منا في الشوط الأول، لقد لعب بحماسة شديدة وهيأ عددا كبيرا من فرص تسجيل الأهداف، وقد أنقذنا أوبلاك حارس المرمى عندما صد تسديدة جاريث بيل. أفضل شيء في المباراة بالنسبة لي هو ردة فعلنا، إذ لا شك في أن أي فريق آخر كان سينهزم إذا تعرض لضغوط مشابهة من ريال مدريد في الشوط الأول، لكن فريقنا رد بشكل جيد وبدلنا طريقة لعبنا وحماستنا وضغطنا عليهم. لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول، ثم اختلف الوضع في الشوط الثاني، إذ ضغط أتلتيكو بقوة وبدأ يلعب بدقة أكثر، وواجهنا صعوبات في التحكم في الكرة، وانتهت المباراة بالتعادل. النتيجة ليست جيدة، لكننا نثق بالطريقة التي لعبنا بها وبالطريقة التي لعب بها الفريق، ونحن واثقون من قدرتنا في مباراة الإياب. أعتقد أن أوبلاك أحسن الأداء في هذا الوضع لأنه كان سريعا ولم يمنح جاريث بيل أي فرصة للتسجيل، كما كان بيل أيضا سريعا وقام بكل جهد ممكن، لكن أوبلاك كان حارسا رائعا. فاز فريق يوفنتوس الإيطالي على موناكو الفرنسي بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على ملعب اليوفنتوس أرينا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال الأندية الأوروبية لكرة القدم.
فالمدرب ماسيميليانو أليغري مدرب فريق السيدة العجوز أشاد بالأداء التحكيمي لحكم المباراة، بينما صب المدرب ليوناردو خارديم غضبه على سوء القرارات التحكيمية التي ألحقت الهزيمة بفريقه. في بعض لحظات المباراة لعبنا بصورة سيئة، يجب علينا رفع مستوى الدفاع والتعامل بصورة أفضل مع الفرص التي نصنعها. أنا سعيد بالنتيجة وبأداء الفريق في بعض الفترات، وقد لا يكون اللعب بصورة جيدة خلال 90 دقيقة أو 50 دقيقة إلا لو كانت النتيجة في صالحك، ولكن صفوفنا لم تكن منظمة منذ البداية. كان فريقي الأفضل في أول 20 دقيقة للمباراة، ولم تكن النتيجة النهائية عادلة وجاءت من ضربة جزاء غير صحيحة، وأمل ألا يكون لهذا القرار أثر في المحصلة النهائية لنتيجة المباراتين. كل الاحتمالات واردة في مباراة الإياب بالنظر إلى المستوى الذي قدمه فريقه في لقاء الذهاب. ونبقى مع أخبار دوري الأبطال، حيث تعيش العاصمة الفرنسية باريس في ترقب للقاء القمة الذي سيجمع باريس سان جيرمان مع نادي برشلونة الإسباني، وذلك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال الأندية الأوروبية لكرة القدم. لقاء يعيد سيناريو المجموعات ولكن بطريقة إقصائية. باريس سان جيرمان وإف سي برشلونة، لقاء انتظرته الجماهير بكل شغف وترقب، فها هي حديقة الأمراء تستعد لتكون مسرحا لهذه القمة المرتقبة لأعرق الفرق الأوروبية. فالنادي الباريسي وبقيادة المدرب لوران بلان يريدون مواصلة النجاح لسلسلة المباريات التي يخوضونها على هذا الملعب حين يستضيفون العملاق الكتالوني في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا. لقاء عرف التكرار بعد أن أوقعتهما القرعة مع بعضهما في دور المجموعات، لقاء أطلق عليه المدرب الإسباني لويس إنريكي بأنه أصبح مثل الزيارات العائلية بسبب صورته المتكررة. فإن كانت رحلة برشلونة لم تأتي بالنجاح في دور المجموعات في هذا الملعب، فعلى البرشلوني أن يدرك أن ملعب بارك دي فرانس هو نفس الملعب الذي يواصل فيه سان جيرمان نجاحاته. فبعد سلسلة امتدت ل33 مباراة دون هزيمة أوروبية في هذا الملعب، يريدون أبناء لوران بلان الإطاحة برجال إنريكي بطريقة قد تكون مستنسخة من الخبث الكروي لدى المدربين. فعندما تعلن عن غياب أبرز نجومك كلويز وتياغو موتا لفترة طويلة، وبعد ذلك تأتي لتعلن عن جاهزيتهم للمباراة، فهذا أشبه ما يكون بدس السم في العسل. ولكن إن تكلمنا عن خصم اسمه برشلونة، فعليك أن تدرك أن كتيبة الكتالونيين قادرة على تحطيم أحلامك ومخططاتك. فالفريق الكتالوني يريد استغلال غيابات كل من زلاتان إبراهيموفيتش والإيطالي ماركو فيراتي والعودة لبرشلونة بنتيجة إيجابية وإسعاد جماهيرهم الغاضبة من مباراة إشبيلية. حكايات كثيرة وروايات لا ندرك نهايتها، فكلا الفريقين يمتلكون المكونات التي تجعلهم يتربعون على عرش القارة الأوروبية. باريس سان جيرمان فريق خطير، يمكنه بداية اللعب من الخلف واللعب على المرتدات وأيضا الاستفادة من الكرات الثابتة. إنه يتشابه معنا كثيرا، لذا ستكون المواجهة جذابة. الفريقين يعرفان بعضهما حيث تواجه أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، آخرها في دور المجموعات هذا الموسم. نحن سنحاول تحسين مستوانا لتحقيق نتيجة أفضل تجعلنا نتأهل. Bonjour à toutes et à tous. La particularité de ne pas avoir qu'un super grand joueur, ils en ont plusieurs. برشلونة ليس لديه لاعب كبير واحد فقط، ولكن لديهم العديد من اللاعبين الجيدين، وعلينا أن نجد الحل جماعيا، ولهذا السبب علينا أن نلعب بأسلوبنا
وعندما تتاح الفرصة للتسجيل يجب أن لا نتردد كما فعلنا في دوري المجموعات، وقد أثبتنا أننا قادرين على إدخال الشك في هذا الفريق، وقد فعل ذلك بعض الفرق الإسبانية بهجمات سريعة وضربات حرة. ونختتم نشرتنا العالمية من الملاعب البرتغالية، حيث يستضيف فريق بورتو البرتغالي فريق بايرن ميونخ على أرضية ميدان الدراغاو في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا. ويدخل بورتو المباراة وهو طامح لمواصلة السير بخطى ثابتة في البطولة، بينما يأتي بايرن للقاء وهو يمر بأفضل فتراته رغم معاناته من غياب أبرز نجميه وهم روبن والفرنسي فرانك ريبيري. يستقبل فريق بورتو البرتغالي على أرضية ميدانه الدراغاو ضيفا ثقيلا، حيث سيحل عليه العملاق البافاري ضيفا في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا في مباراة مثيرة كتكرار لنهائي نسخة 1987 بين الفريقين والذي حسمه بورتو لصالحه. يدخل بورتو المباراة وهو طامح لمواصلة السير بخطى ثابتة في البطولة ومحاولا الاستفادة من اللعب في ميدانه ووسط جمهوره، وعلى أمل أن يحصد انتصاره الثاني في تاريخ مواجهاته بالعملاق البافاري. لذا يبحث بورتو حامل لقب 1987 و2004 وبطل البرتغال 27 مرة عن بلوغ نصف النهائي لأول مرة منذ 2004 عندما توج باللقب على حساب موناكو الفرنسي على يد جوزيه مورينيو. بينما يأتي بايرن للقاء وهو يمر بأفضل فتراته رغم معاناته من غياب أبرز نجميه روبن وريبيري بسبب الإصابة وغياب مدافع بن عطية ولاعب وسط شفانشتايجر، إلى أنه استطاع أن يحافظ على نسق انتصاراته في الدوري بحصده انتصار هام بثلاثية على حساب إنتراخت فرانكفورت في الجولة الماضية. ويأمل فريق المدرب بيب غوارديولا أن يحقق نتيجة إيجابية في أرض بورتو تساعده وتسهل مهمة مباراة الإياب التي ستقام بعد 6 أيام. أنا وجولين مدرب بورتو محظوظان بوجودنا هنا. عندما كنا صغارا لم نحلم بأن نشارك يوما في ربع نهائي دوري الأبطال وأن نشرف على تدريب فريقين مثل بورتو وبايرن ميونخ، وبالتالي فنحن محظوظون، وأنه لفخر لي أن قابله وأبلغه التهاني. إنه يلعب كرة قدم جميلة وهو يحقق نتائج ممتازة، فريقه يلعب وأنا سعيد بذلك، وهو يحقق نتائج جيدة في دوري الأبطال ولم ينهزموا في أي مباراة. ستعرف التشكيلة التي سأختارها للمباراة، وبصرف النظر عمن سيلعب في المباراة فالأهم من ذلك هو اللعب كفريق، وهذا ما نحتاج القيام به. فنحن سنقابل أفضل تشكيلة لفريق بايرن في تاريخه، فريق يشرف عليه أفضل مدرب على الإطلاق، ولذلك فنحن بحاجة إلى تقديم أداء مذهل في كل نواحي المباراة وبصفة خاصة في الأداء الجماعي. ونحن واثقون من قدرتنا ونتطلع للمباراة، ولكن نكن كل الاحترام لفريق البايرن. ومع هذا الخبر نصل لنهاية هذه النشرة، وقبل ختام هذا تذكير بأبرز وأهم العناوين. نواخذة صور يسعون لإلقاء القبض على ظفار من أجل تضييق الخناق على المتصدر العروبة. والعروبة بدوره يستضيف فنجا في موقعة نارية للمحافظة على عرش الصدارة والاقتراب من اللقب. وفي الأخبار العالمية، التعادل السلبي يخيم على ديرب العاصمة مدريد ويحول أوراق الحسم إلى جولة الإياب في سانتياغو برنابيو. والليلة حديقة الأمراء ستكون مسرحا لصراع الفرنسي الإسباني بين باريس سان جيرمان وبرشلونة. We'll be right back.
إذن مشاهدينا وصلنا بكم إلى نهاية النشرة الرياضية لهذا اليوم. بإمكانكم متابعة هذه النشرة مرة أخرى عبر صفحات عمان الرياضية الظاهرة أمامكم. متابعة طيبة وإلى اللقاء.